بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم، من هنا من هذا الميدان، من هذا الانطلاق الجميل مع شوطنا السادس، صوت الجعدان، شوط جميل، شوط يحمل شعارات جميلة، لها صولة، لها تاريخ لا أتحدث إن ما سير هناك مع أرضية الميدان داخل هذه الأجواء في ساحة المعارك. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين. نسير هناك، نسير مع المركز الأول مشعل على المركز الأول للسيد علي بن أحمد الرزي، ولكن والله أنه قلب النمر، قلب الأسد على المركز الثاني، ينتقل إلى المركز الأول لناصر بن سالم بن عبيد مردد، بينما اللي في المركز الثالث هناك شعار بن علوان شاهين مع مطر بن علي بن علوان، بينما اللي في المركز الرابع يأتي مليح لخلف بن مطر بن علوان، وفي المركز الخامس غزيلان لعبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان. هكذا هي النتيجة، والباحث عن نداء يقترب إلى الجولة والكوكبة الخماسية. ما شاء الله يا ابن مردد، ما شاء الله يا ابن مردد تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل وعلى هذا الشعار وعلى هذا الاندفاع. هنا مع المركز الأول قلب الأسد، هناك ينتزع المركز الأول، قو قلبك يا ابو ناصر. هنا ناصر بن سالم بن عبيد مردد أيضا المتواجد هنا مع هذا الانطلاق، بينما هناك مشعل في المركز الثاني للسيد علي بن حميد الرزي، بينما اللي في المركز الثالث مليح لسيد خلف بن مطر بن علوان، وصادق زيلان على المركز الرابع لعبد الله بن حميد بسيف بن حميدان، بينما اللي في المركز الخامس شاهين السيد مطر بن علي بن علوان. هكذا كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم بالوفاء والتمام. يا سلام يا سلام على هذه الأسامي الجميلة، يا سلام على هذه الأسامي الرنانة هنا في هذا الموقع الجميل، هذا الموقع المميز. نسير مع قلب الأسد، نسير مع قلب الأسد، ما نسير مع قلب السوان. هنا ناصر بن سالم بن عبيد مردد أيضا يتواجد، ولكن مشعل 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 يا أبو أحمد، متى بقول اشعل زمام الركض نار. علي بن حميد الرزي نقلتنا هناك على المركز الثالث، اللي في المركز الثالث خلف بن مطر بن علوان، وصل اليذاب لأول نداء له بالحقيقة، اليذاب للسيد سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم، بينما اللي في المركز الرابع ولا الخامس غزيلان للسيد عبد الله بن حميد بن حميدان. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة. والله ان اللي في المركز الاول يعني مواصل رقم الضغوط من الجعدان، ولكنه متمسك بزمام الامور، متمسك بزمام الامور. بدأت الحركات، بدأت الشعارات تظهر تأخذ موقعها، بدأ الشعار يجذبنا على المركز الأول، بدأ اليذاب يجذبنا على المركز الأول. ما شاء الله للسيد سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم هو المتواجد هنا مع هذه السلسلة الناموسية الجميلة. ثاني المراكز قلب الأسد على المركز الثاني للسيد ناصر بن سالم بن مهرد، ناصر بن سالم بن مردد مشعل في المركز الثالث، ينتقل ثانيا لعلي بن حميد الرزي المركز الرابع، هنا يتواجد مريح للسيد خلف بن مطر بن علوان خسيلان في المركز الخامس لعبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان. هكذا هي النتيجة، اليذاب على المركز الأول، مسيطر على مقدمة الشوط، يرقص على أرضية ميدانه، يستعرض يراوي جماهيره مع أن بأنه جاهز لهذا الموسم الجديد، ولكن هناك من مشعل مع قلب الأسد، مع قلب الأسد، قلبك حمر قلبك خضر. ناصر بن سالم بن عبيد مردد، اللحظات الأخيرة صدرة الأوامر، مشعل الله يا اللحظات الأخيرة مع هنا أبو أحمد علي بن حميد الرزي في هذه اللحظات، أشعلها في هذه اللحظات. تهانين وسلام، سلام يا أبو أحمد، سلام، تهاني للعلي حميد الرزي المركز الثاني والثالث والرابع عند اللجنة الدخول. كان جماعي المركز الخامس هنا شعار من في خمس مراكز مهم في المركز الخامس يتحمل او عبد الله بن محمد بن حميد بالهليل هاجري 4:45 63
جزمة الثانية تهانينا هو الناموس اللي في المركز الثاني اللي في المركز الثاني لسعيد سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم ثالث المراكز أيها الأخوة. هنا يتواجد معنا بيانس بن محمد واللي في المركز الثالث أيها الأخوة تسعة اللي هم لحنس الخلف بن مطر بن علوان. في رابع المراكز يتواجد معنا قلب الأسد ناصر بن سالم بن عبيد أمردد. وفي خامس المراكز أيها الأخوة هكذا هي النتيجة. تهانينا هو الناموس لصاحب المركز الأول.